صنف تاني، صنف بيقول الكلمة هو قاصد معنى وهي معناه مغير تماما. تلقى الواحد يعمل حادث وربنا ينجيه، تمشي الناس البيت يقوم يقول لك الله شافه الله شافه، وهو كان قبل كده ربنا ما شافه تبارك اسمه وتعالى يده. الكلام ده ما صح يا شيخ، ما صح يتقال، لأنك لو كنت بتقرأ بس في كتابه آية الكرسي كنت عرفتها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بتاخذه غفلة ولا سهوة ولا نوم يا شيخ، الكلام ده ما بيجوز. ولا يجي واحد يقول لك والله فلان ده ما بيستاهل، ما بيستاهل، أرأف بيه وإنت من الله عز وجل، شايف إن حكم ربنا تقيل عليه وإنت أرأف بيه من الله عز وجل، ده تطاول يا شيخ، والكلام ده ما بيجوز. الكلام ده لو كان حي، لو مات يقوم يقول لك ربنا افتكره، هو كان ربنا ناسيه؟ الله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا. ولا تلقى الواحد يموت يقوم يقول لك الشهيد فلان الفلاني، المغفور له فلان الفلاني، وانت عرفت كيف انه هو شهيد وبنبقى لك انه ده المغفور له. الامر ده لله، امر غيبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل وصف الشهاده لرجل مات في المعركه، في معركة خيبر بعد ما انتهت المعركة أصيب رجل من المسلمين بسهم من المشركين، فقام بعض الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة يعني العباءة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم وما تقسمت. طيب نقول شنو؟ نقول نسأل الله له الشهادة، نسأل الله له المغفرة. تلقى واحد يجي يقول لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وده يا شيخنا من سوء الأدب. الذي لا يحمد على مكروه سواه لما تيجي تقوله بتبين ضجرك من قدر الله عز وجل، وكأنك مجبور بالحمد على هذا البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال. تجي تلقى واحد دار يحلف يقول لك وحات أبوي وحات أمي أعدم ولدي وحات اللقمة وحات الشاي، أنت بتعمل في شنو يا شيخ؟ بتعمل في شنو؟ بتحلف؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.